بصراوي يفتح بيته أمام ضيوف كاس الخليج. خلاص يا طارق، خلاص يا طارق، كرم عرفنا أنهم كرماء، شهامة عرفنا أنهم أهل الشهامة، مروءة عرفنا أنهم أهل المروءة، طيب كرم كل شيء عرفنا، تراك ذبحتنا كرم. كرم لا يا قلبي، لا يا قلبي، اسمعوا الموضوع بالكامل بعدين قولوا. ليش أقول لكم دائما أتفاجأ بشغلات جديدة تجعلني مبتسم، وأنا من النوع اللي أحب أشارك هذه المواضيع الجميلة وأحب أشارك كل ما هو جميل. هذا العراقي الشهم فاتح بيته أمام ضيوف كاس الخليج يومياً، وثلاث وجبات في اليوم مش مرة واحدة فقط. تبون ريوق ولا فطور؟ موجود عنده ومجاناً. تبون غدا؟ موجود عنده ومجاناً. تبون عشاء؟ موجود عنده ومجاناً. فاتح بيته والسفرة العامرة ليست في الصالة فقط وليست في غرفة واحدة فقط، إنما في كل غرف البيت. هني هالصوب حاط لك سفرة، هاك الصوب حاط لك سفرة، يمين حاط لك سفرة، يسار حاط لك سفرة، ما لذة وطاب باللي الله قدره عليه فارشة، ويعزم عند الباب هو وعياله واللي يعزون عليه وجيرانه، تعالوا يا ضيوف حياكم الله، الوجبات كلها علينا، استانسوا واكلوا من خير الله، انبسطوا أنتم في العراق العظيم. عز يا مال العز والله العظيم، فخر يا مال الفخر، الله يكتب أجرك والله يجعله في ميزان حسناتك. مضرب مثال، شيء رائع، ولا هو مجبور على هذا الشيء، كان ممكن يسويها مرة واحدة ويصورون مرة واحدة وانتهى الموضوع، لكن يوميا فاتح باب بيته للي يعرفهم واللي ما يعرفهم، وخصوصا ضيوف خليجي 25. عز الله العراق وأهل العراق، وسلام عليك على رافديك، عراق القيم فأنت مزار وحب ودار لكل الأمم، هنا المجد أما وصلى وصام وطاف وحج بدار الكرام، فبغداد تكتب مجد العظام وما جف فيها مداد القلم. عز يا مال العز، فخر يا مال الفخر، لا تنسوني من اللايك والفولو.